في سؤال يقول الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذا التكبير في أيام التشريق هل يكون بعد الصلوات فقط أم في كل وقت؟ نعم، الصحيح أن التكبير في أيام التشريق سنة في كل وقت. الصحيح أن التكبير في أيام التشريق سنة في كل وقت، وقد نص الله على ذلك في كتاب العزيز، فقال: واذكروا الله في أيام معدودات.